البيضات ديالي صباح النار وصباح الرزق وصباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كلشي هاني؟ كلشي بخير؟ اش تعاودوا؟ نتمنى البيضات ديالي تكونوا في صحيحه جيده ان شاء الله بجد الله، وشي رزيق يا رب العالمين، واحوال طيبه باذن الله تعالى. كي دايرين اخوتي؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ يا اختي الفنات ديالي، يا البوغوصات، يا الغزالات، شكرا لكم بزاف 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 على دوك الكومونتير اللي كديروا يا اختي، كيدخلوا للقلب نيشان والله العظيم. كنشكركم اخوتي بزاف، وكنحماق عليكم، وكاع اللي كيبغينا لله في سبيل الله سير الله يفيض خميرتو. الله يفيض خميرتو يا رب العالمين، وتا اللي ما تيبغيناش الله يهديه على نفسه، الله يعاونو، الله يسهل عليه. واش فهمتي اخوتي؟ انا كبيده دابا ديالي راني ديت دينا، ياك ديت دينا المدرسه، ومشيت للخياط، دابا غنمشي للخياط. دابا هي الكبيدات هاد الايام وغنشارك معاكم الشاده والفاده. واخا انا من طبيعي ما تنشاركش معاكم بزاف، غا داكشي خفيف ظريف وصافي. قلت لكم الكبيدات ديالي غنمشي نجيب واحد الجليبه ديالي، الا عقلتوا عليها هذيك الغوز المبته بالعقيق، كانت عجباتني. ايوا ديتها للخياط ينقصها ليا ويقادها لي على العبار ديالي، حيت هذيك كانت 3 XL وانا كنلبس غير ال. اشحال واحد ملي كيتلاقى معايا تيقول لي والله القسم حريوده الا تتباني صغيره على التليفون، تتباني ضعيفه، كتباني في التليفون غليظه. انا اخوتي ما غليظه ما ضعيفه، حسب الطول ديالي على حسب الوزن ديالي، الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. ايوا قلت لكم صحاباتي، وصحاباتي واهلياتي، انا الراجل والدراري خرجوا رجلي الشواري. ايوا حبيباتي ديالي، انا فرحانه وما قداني فرحه يا خوتي، وتالي فان ديالنا مساكن فرحانين، والله يسهل عليهم يا ربي مساكن، ويدعيو معانا ويقول لك حريوده حنا غنشاركوا معاك، شاركنا معاك الاحزان وغنشاركوا معاك الافراح. قالت حريوده ربي لما فوجي علينا، راه قلبنا طايب، تعالوا كبيدات ديالي نفوج عليكم، ونفوج حتى انايا، ها نشطح ونردح ونضحك ونبسط. الحمد لله بنيتي غتخرج توحشتها، ما لقيت على من نقر، والله الا العظيم الا من تعتقلت نادا وقيله كازا مشيت للدار جوج مرات اللي مشيت، ولا كاع غير مره، والله الا من تما ما بقيتش مشيت. المنكوشه ديالي توحشتها وتوحشت نكر عليها وتوحشت، هذا سالم لاباس، توحشت ناء ونهضر معاها. ايوا اخوتي انا غنمشي نجيب الجليبه ياكو، وغندوز السيدي سيدنا وسيدكم رسول الله. ايوا وغنمشي غنمشي عند بوشرى. عرفتي الكبيدات ديالي مطارق كثروا عليا في الراس، والله الا بالله راني كنسى. قلت لكم اخوتي نمشي نجيب جليلي بسبعه. كبيدات ديالي انا رجعت لكم الفريزات ديالي. ايوا جيت للدار دابا، جيت اخوتي تنطنطني الشمس، وجيت نشرب لي واحد الكويز ديال اتايب في اليوم، وكاس النيت. ودوختني الشمس كبيدات ديالي، دوختني اخوتي الشمس، وبيني وبينكم هذاك الخياط كيفقس دابا، ملي تيكون هو حال انا ما كنمشيش عنده، ملي تيسد هذيك الدجاجه قالك يمشي تسخار انا عاد كنمشي. البارح مشيت عندو مور المغرب لقيتو ساد ما لقيتوش، اليوم اخوتي مشيت قبل الظهر ما لقيتوش لقيتو ساد، لقيتو مشى يتسخر. ايوا اش غديري؟ فقصنا على ديك الجليلي، باغا ينقصها لنا فقصنا، نشرب عليه واحد الكويز ديال اتاي على داك الخياط. الله يا خوتي انا مدمنه اتاي وحق الله العظيم.
كنموت عليه. اللي متابعني الكويدات ديالي لي فان ديالي راه كيشوفوني ملي كنمشي للبحر وفي هذا دائما كنلحق هذوك صحاب البحر والله العظيم الا بن كيشوفوني هذاك سميتو اللي تيعرفني ها حريده واش تجيبي تشربي شي كويز ديال اتاي تنقول ليه يلا عمر لي واحد البريري دو جيبو ها بلا سكر كي داير انا خوتي كلشي مزيان بخير. المهم الفريزات ديالي مشيت عند الخياط ما لقيتوش ورجعت فحالي ومشيت لا ملي مشيت للخياط الله يثبتني على الشهاده ملي مشيت للخياط كبيدات ما لقيتوش مشيت عند بشرى ملي مشيت عند بشرى كبيدات ديالي عاد حطيت معها كلشي سيرا طابل عاد قلت ليها النهار وقلت ليها الساعة والدقيقة عاد قلت ليها كبيدات ديالي النهار وعاد طريطيت معها الامور على 3 ايام بجهد الله سبحانه وتعالى بالحق 3 ايام ديال طريطور الكبيدات غير في الغداء ماشي طريطور في الغداء وفي الفطار وفي العشاء لا غير في الغداء خواتاتي. المهم غنخليكم غتعيشوا معنا الاجواء وغتعيشوا معنا اللحظات وغتعيشوا معنا الخروج ديالنا ده بالصحه والسلامه واللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه فيها يا رب العرش العظيم واللي مريض الله يشافيه يا ربي واللي داير واللي مسجون الله يطلق سراحه باذن الله سبحانه وتعالى كيخص غير الصبر كلشي غيدوز كلشي غيفوت كلشي غيفوت الكويدات ديالي ايوا ايوا قلت لكم اخوتي مشيت عند بشرى مر قلت لها الكويده ديالي نهار الاول اش ديري ليا غنخليها لكم الكويدات ديالي مفاجاه باش تتابعوا معنا كل نهار تشوفوا الجديد كل نهار تعيشوا معنا الاجواء كانكم معنا واش فهمتوا اخوتي. الله يا ربي الحبيب كانكم معنا اخوتي. قلت لها شوفي النهار الاول اشنو غديري ليا غديري ليا جوج ماكلات الماكلة الأولى شنا هي والماكلة الثانية شنا هي والبلا ديال الديسير على حقه وطريقه. هادشي دابا اللي كنقول لكم الكبيدات ديالي كلشي راكم عارفينو كلشي ديال تحميرة الوجه وكلشي هماوي بحالكم الكبيدات هماويا الله يسهل عليكم يا ربي. قلت لكم اخوتي قلت ليها النهار الأولى شنو غدير ليا جوج ماكلات وبلا ديال الديسير والنهار الثاني اشنو غدير ليا والنهار الثالث اشنو غدير ليا. انا ما بغيتش نحرق لكم المفاجاه الكويدات وما بغيتش نقول لكم اشنو فاش تتابعوا معنا داكشي نهار بنهارو وكل نهار نهار بنهارو من هاد نيت اخوتي تفوجوا شويه وتبدلوا الجو وتبدلوا الهم والمشاكل الناس راه ديروا الهم في الشبكه شي يطيحوا شي يبقاو الدنيا هي هذيك الدنيا غاديه ودائما شدوا العصا من الوسط ما تشدوهاش منين تقالت دايما رخفوا راه والله القسم وشدوتوها منين تقالت غتجيبوها غير في صحتكم والله الا غتجيبوها غير في صحتكم ما تشدوهاش منين تقالت ديروا بحال الحريوده. الحمد لله واخا بت وحده اللي عندي وقع لي المشكل وتشدات في السجن واخا هكاك بقيت الحمد لله بجد الله تعالى بقيت قويه صافي كنقول الدقه اللي ما تقتلش تقوي صافي بنتي دارت غلط تعاقبات مريض ما عنده بس ما كاين حتى شي مشكل ما تشداش انا منين تقالت ومنين عواجت نجيبها في صحتي ونجيبها في راسي ونجيبها في عظامي وانا ديابيتي كيطلع ليا السكر قوي هبط نجيبها في صحتي ايوا بنتي ما هي في خير وانا ما هي وانا ما في خير مالنا على حالتنا صافي الماء منين يدوز ديروا الماء منين يدوز. ايوا يا الكبيدات ديالي راه غتموت وبالضحك شي بعضين في الكومونتير قالوا لي احريوده واش بقات باش تورينا الماعن في المحل راه حنا كنعرفوا نصوروا الماعن في المحل ديال هذا منين جبتي الماعن شريتي داكشي وشركيه معنا في الدار ديالك ما طلبتي يا حبيبه غير الموجود ما طلبتي اختي غير الموجود هذاكشي اللي وريتك في الحانوت اللي شريت انا غنحطو لك هنا في الدار ديالي وغتشوفيها اختي وغتشوفي وتستمتعي به. قالت لك واش حنا ما كنعرفوش نصوروا في الحانوت راه كلشي يعرف يصور في الحانوت ويخرج وصافي ما يشري ما والو. ودي ودي كاينين شي بعضين زعما كيضحكوا والله العظيم انا ما عندي ما يدار الكبيده ديالي انا غدا نجبد ما طلبتي غير الموجوده الزين ديالي ومن لهم حدايا مقابله معايا حقات انا ما نعطلكش
هاني هذوك انت شتي فاش قلت لك ديال الحلوه راه طبقات. ها هي الكويده ديالي، ها هي هي محطوطه هنا على الشاريو وشي وشي صواني كنوجدو. ودابا شوف اخوتي البشاشي بعضين الله يهديهم، شوفي شنو تيجيب ليهم بالهم. انا مساليه شغلي، غنمشي نصور ليك الماعن ونقول لك كبيده شوفي شنو خديت وشوفي شنو شريت صافي، ونخلي هذاك الشيء لعند السيد وتجي طويله. لا حبيبي الا قلت لك راه شريت شي حاجه اختي راه شريتها، علاش نكذب عليك؟ ايوا المهم اخوتي تحياتي ليكم، وكنحماق عليكم وتنموت عليكم وتنقول لكم شكرا عليكم والطير ديالكم الزويونه اللي كتعبر على داك القلب الابيض بحال هذا اللون هذا. صافي الله يصفي ايامكم دنيا واخره، والله يسهل علينا وعليكم وعلى امه محمد. دابا خليكم معايا وتحياتي ليا وليكم، وتنموت عليكم على هاد الكويس ديال فليو. موت فيكم، ما بقى والو اخوتي ما بقى والو. دابا انا راه تنقرب، راني تنقرب ما بقى والو.